أفاد مندوب الام تي في الأمني قبل قليل أنه خلال محاولة القوى الأمنية توقيف أحد الأشخاص في سور من آل الجمل بعد أن بنى بناء غير شرعي على الأملاك العامة في المنطقة، قام الشخص المذكور باستخدام أحد نواب المنطقة مع حوالي 100 شخص وطلبوا عندها من الدورية الانسحاب وعدم اتخاذ أي إجراءات بحق المخالف، وهذا ما حصل.